وتنا بسوى التحدي والمراحل ما بقل المرحلة قبل الأخيرة والمراحل ما بقل المرحلة قبل الأخيرة والمراحل ما بقل المرحلة قبل الأخيرة 24 شاعر فتنا بسوى التحدي والمراحل ما بقل المرحلة قبل الأخيرة. خلوها. الله يعطيكم العافية. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، نرحب بكم في هذه الحلقة، ثاني حلقات مرحلة 24 أو نصف النهائي الثاني. بإذن الله يفصلنا أسبوع فقط عن الحلقة النهائية والختامية ببرنامج شاعر الجلطة. اليوم في هذه الحلقة يتنافسون 12 شاعر على التأهل للمرحلة النهائية. سيتأهل معنا شاعر واحد فقط اليوم عبر تصويت اللجنة أو الكرت الذهبي بإذن الله، وبقية الشعراء سيبدأ تصويت الجمهور. عزيزي الجمهور، عزيزي المشاهد، التصويت بيكون من خلال الجمهور بعد الحلقة هذه وانتهاء الحلقة هذه بإذن الله إلى يوم الأحد الساعة 10 مساء، وستعلن أسماء المتأهلين من هذه الحلقة ومن حلقة الأمس يوم الأحد الساعة 11 مساء بإذن الله عبر حساباتنا في منصة الإكس أو شاشة قناة الواقع بإذن الله. قبل أن نبدأ دعوني أرحب بكم، ثم أرحب بأعضاء لجنة التحكيم الكرام. مرحبا بعضو لجنة التحكيم وشاعرنا أحمد اسمي. اللهم أمين. وكذلك نرحب بعضو لجنة التحكيم وشاعرنا وصل العطياني. الله يبقيك ويسلمك ومس عليك بالخير وعلى الحاضرين وعلى المشاهدين، وإن شاء الله الليلة نستمتع بمرحلة مثل اللي البارح ولا زين، لأن البارح صراحة راضين تمام الرضا. لا، اليوم بإذن الله نحن متفائلين بحلقة بإذن الله بتكون نارية. كذلك نرحب بعضو لجنة التحكيم وشاعرنا فواز العزيزي. الله يبارك فيك ونتمنى التوفيق للجميع، ومرحلة من أهم مراحل المسابقة يتضح من خلالها ملامح أصحاب المراكز الأولى، وإن شاء الله نتمنى التوفيق للجميع بإذن الله. كذلك لا يفوتني أن أرحب وأشكر كذلك شريك النجاح صف نياف العطاوي وصف نادر عضيلة بقيادة نادر عضيلة على تواجدهم معنا وجهودهم التي تذكر وتشكر. قبل أن أبدأ معكم بإذن الله عن طريق القرعة ونشوف من أول شاعرين يبدون معنا أول طروق، اليوم بيكون معنا 6 طواريق للتذكير، كل طروق بيأخذ بإذن الله 15 دقيقة من ابتداء البيت الأول بإذن الله. نسأل الله التوفيق للشعراء. ولكن قبل أن أبدأ لا يفوتني كذلك أن أرحب بحضورنا على المسرح أيضا من إعلاميين ومن شعراء، وأخص بالترحيب الشاعر الكبير سعيد بودية على تواجده اليوم. مرحبا ومسهلا يا أبو عبد الهادي. نبدأ بإذن الله الآن مع أول شاعرين بيكونون معنا، ونقول أول شاعر اللي بيكون عنده البدع بإذن الله